السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم أناديكم. التحية لأشواق الحرية، لأسرانا البواسل وأسيراتنا المجيدات داخل السجون والمعتقلات. مشاهدينا، ها نحن نودع شهر رمضان المبارك ونقبل على العيد. كم مرة عيد والأبواب تحبسه، كم مرة عيد والأطيار صامتة، كم مرة عيد وأمهات الأسرى تذرف دمعا وألما على فراق أبنائها، كم مرة عيد والأسرى في شوق للحرية. مشاهدينا الكرام، نتحدث في هذه الحلقة عن أوضاع الأسرى خاصة في معايشتهم للمناسبات الدينية، خاصة في أجواء العيد وما قبل العيد، بتجربة من الأسرى المحررين الذين قضوا سنوات طويلة داخل الأسر. في البداية أرحب بضيفي الكريم الأسير المحرر وسام أبو سمرة. أبو الفهد، أهلا وسهلا فيك وكل عام وإنت بألف خير. أهلا وسهلا فيكم في إخواننا في طاقم تلفزيون فلسطين، وكل عام وانتم بخير وأسرانا بخير وشعبنا الفلسطيني كله بخير. كل التحية. أيضا نرحب من معنا عبر تقنية السكايب، عائلة الأسير المحرر ضيفنا وسام، معنا زوجته أم الفهد وبنته مريم وندى. أهلا وسهلا فيكم وكل عام وانتم بألف خير. أهلا فيكم وانت بألف خير. إذن يعني مشاهدينا الكرام، في البداية يعني نبدأ بحوارنا مع ضيفي. يعني أخ وسام، يعني قضيت 11 عاما داخل الأسر، لم تمنح لك الفرصة منذ استقبالك، يعني لم ترى العائلة. صحيح أن شعور الحرية جميل، ولكن لم تلتقي بعائلتك. لو تحدثنا في البداية عن هذه التجربة قبل أن ندخل إلى الأعياد. صدقاً يعني أنا الفرحة لسه ما اكتملتش. نعم. كنت أتمنى لما أروح تكون زوجتي وأبنائي في استقبالي، كنت أتمنى أقضي معهم شهر رمضان، وكنت أتمنى إن شاء الله نستطيع أن نحن نغادر العيد. نعم. أول عيد بعد 11 سنة، يعني 22 عيد أضحى ومبارك، كنت أتمنى أنزل معهم على السوق، أشاركهم فيشتروا ملابس العيد، أعطيهم العيدية الصبح، أخذ معايا فهد على صلاة العيد. لكن إجراءات الاحتلال أكيد. في كل شيء الاحتلال بنغص علينا حياتنا، في كل شيء، حتى بعد التحرر من داخل السجون إجراءات الاحتلال موجودة، ما بين تقطيع أوصال الوطن وما بين أنك تقدر تغادر وتوصل الأردن بكل حرية، والإغلاقات المستمرة على قطاع غزة. تجربة صعبة وأليمة، يمكن بدي أقول لك من أسوأ المواقف اللي تمر عليها في شهر رمضان، شهر رمضان الحالي. أصعب رمضان، لأنه أول صحيح. رمضان تقديمه بعد الأسر، ولكن ليس بجانب صحيح. العائلة. صحيح. ربما هنا الألم والوجع، وكثير من الأسرى لم يلتقون بعائلتهم بحكم كما ذكرت إجراءات الاحتلال. أيضا من فارقته والدته أو والده، هذا الأصعب الذي يمر به الأسرى داخل السجون. لو تحدثنا في هذا الجانب أخي وسام، يعني في الأسر يعني نفس الألم موجود، ولكن أنه يكثر عندما أنه قبيلة العيد في شهر رمضان. كيف كنت تقضوه؟ أنا يمكن أمضيت 11 سنة. نعم. في أسرى أمضوا أكثر من 20 و35 سنة، فقد الأهل وفقد الأحبة وفقد أيضا الأمل في رؤية عائلته مرة أخرى، أو أهله ده خارج السجون مرة أخرى. العيد فرحة سعيدة ومناسبة سعيدة، لكن بالنسبة للأسير داخل السجن هي مناسبة مؤلمة وموجعة من جانبين. نعم. من جانب الاحتلال وإجراءاته في التنغيص والتنكيل، الغرض اللي هي إفساد فرحة الأسير في العيد، رغم أنه الأسير مكبل بالقيد والوجع، إلا أنه الاحتلال ينقص عليه. أيضا في الجانب الأسري، الأسير محروم، يعني أنا بحكي بلسان الأسرة، محروم أنك تكون مع عائلتك، مع أمك، مع الوالد، مع إخواتك، مع أبنائك، مع زوجتك لفترات طويلة قد تصل إلى أكثر من 35 عاما. الأسرة يعني مع كل عام وكل اقتراب مناسبة عيد تزداد فيها إجراءات التنكيلية والتعسفية من مصلحة السجون. الأسير آخر يومين في رمضان، نعم، المشاعر عنده بتختلط مع اقتراب من مناسبة العيد، و
انتهاء شهر رمضان، مشاعر نراها في وجوه بعض. هناك أسرى يخرجون صبيحة يوم العيد لأداء الشعيرة الدينية، نعم، صلاة العيد، ومن ثم يعودون إلى الغرف وينزوون. هناك أسرى يبدأون بترجمة مشاعرهم على الورق أو قطعة من القماش، قد تظل حبرا على ورق إلى أن تصل إلى أصحابها، وقد لا تصل نهائيا. أنا تحديدا أنا كنت أخرج لأداء الشعيرة الدينية وأعود إلى الغرفة مرة أخرى، لا أستطيع أن أقابل أو أجامل أو أصافح أي أسير، لأنه همي وشغلي في عائلتي. كيف يقضون هذا اليوم تحديدا، يوم العيد، يوم فرحة ويوم سعادة؟ ذكريات مؤلمة وموجعة. أكيد كل أسير فلسطيني كما أشرت يستحضره الذاكرة للوراء، للمة العائلة، للأجواء يعني الدينية والجميلة والتي نصنعها يعني ابتهاجا لهذا العيد، ولكن الأسرى لا يعيشون هذا الجانب. هناك غصة في القلب بوجود إنه إجراءات الاحتلال، السجن الظالم والقيد والبعد عن الأهل والأحبة. أستوقفك يعني قليلا، يعني نحاور عائلة الأسير المحرر الأخ وسام أبو سمرة، يعني زوجته وبناته مريم وندى، أهلا وسهلا فيكم من جديد. يعني لو بدنا نحكي مع أم الفهد، يعني أم الفهد كمر عيد عليكم، وبدون وجود الأخ أبو الفهد يعني أكيد كانت صعبة، الأجواء ما اكتملت. لو بدنا نحكي بهذا الجانب، وخاصة أنه فرج عنه لكن لم تلتقيه. العيد ما كان عيد، يعني كنت بحاول أنا أنه أشد حالي وأحاول أعوض الأولاد، ما كنت بعوضهم أكيد، يعني ما في شيء بعوض وجوده، لكن كنا بنحاول نعيش المناسبة بشكل طبيعي. بس ما كان في فرح أبدا، يعني ما كان أبدا في، لا الحلويات إلها طعمة، لا الزيارات إلها معنى، كان في غصة بالقلب، يعني في شيء ناقص دائما. صحيح هلا هو طلع والعيد جاي علينا بعد أيام، فرحتنا مش كاملة، بس الحمد لله على الأقل عندنا الشعور إنه بأي لحظة بيكون عندنا، يعني هذا نوعا ما عوض ومخلينا نشعر إنه إحنا مبسوطين. إن شاء الله بترجع الضحكة واللمة وتلتقي عائلة يعني الأسير به إن شاء الله، هم نظرا لوجودهم في الأردن، والأسير خرج ولم يلتقي بهذه العائلة، وأكيد البنات الأبناء لهم وضعهم الخاص في هذا الجانب. نحكي مع ندى ومريم. ندى ومريم أهلا وسهلا فيكم من جديد. يعني ندى قديش يعني كنت صغيرة وما زلتي لكن لم تلتقي بالوالد، قديش كان هذا صعب عليك أنه تتقبلي أن والدك أسير وبنفس الوقت ما زرته، ويوم كمان ما أفرج عنه لم تلتقوا به؟ لو بدنا نحكي بهذا الجانب. أكيد إشي بالنسبة إلي مؤلم وحزين أنه هلأ هو بعد موجود بغزة وطلع بخير وإحنا مش قادرين نوصل له. وذكرياتنا وإحنا صغار كانت مؤلمة جدا، لما أصحى الصبح يكون لسه مستنى في إني يجي يعطينا العيدية مش موجود، شخص فينا ناقص. صح كنا نروح على السوق نشتري ثياب العيد والشوكولات وهاي الأشياء، بس كانت الفرحة ناقصة. لما أطلع على الأطفال كلهم يكون الأب معهم، تلاقي العيلة كلها مجتمعة، بيت خاص إلهم، يجوا الناس عندهم، تلاقي الأسرة كاملة. شعور كان حلو لما يكون الأب موجود. هلأ بالنسبة إلي شعوري أنا مع بابا بأنه طلع، أنا كتير مبسوطة أنه طلع الحمد لله. شعوري أنه العيد هلأ هيجي فرحة بس ناقصة، أنه إحنا قديش كان نفسنا يكون معنا بهذا رمضان بهذا العيد، بس مش موجود. ان شاء الله ندى، ان شاء الله بكون معكم يعني يقضي عيد الاضحى المبارك، لانه ما تاحت الفرصه لكم في عيد الفطر السعيد. ان شاء الله قبلت انه عيد الاضحى المبارك يكون بينكم. ندى، بنعرف انه انت صاحبه موهبه واكثر من مجال، ربما شغلتي مشاعرك وانتمائك لفلسطين ولقضيه الاسرى بالذات برسوماتك، شو حبيتي تهدي الوالد دائما بانتمائك له؟ هي من مهدي لما كانت تحس انها كثير مشتاقه لوالدها او شيء، كانت تروح تعبر يعني او تفرغ الطاقه اللي جواتها او مشاعرها بالرسم.
إنها ترسم أو تعمل أشغال يدوية أو شغلات زي هيك؟ كل ما كنت أحس إني متضايقة أو كثير مشتاقة كنت أعبر عن رسمي بكذا اتجاه مختلف. يعني مثلاً كنت أرسم لفلسطين أغلب وقتي، أعبر ببعض الأوقات إني أرسم إشي أقعد فيه كثير وقت طويل عشان أحاول أعبر عن مشاعري بهذا الإشي. كنت أرسم المندالة، عملت أشغال يدوية مثلاً، جربت الصلصال، اشتريت الصلصال بعيد ميلاده، ونزلت اشتريت مجموعة من الخشب وقعدت أرسم. ما شاء الله يا ندى، وإن شاء الله يعني هاي الموهبة راح ترافقك كمان لما تكبر وإلك مستقبل واعد إن شاء الله. من ندى لمريم، أيضا مريم بنت الأسير المحرر وسام، قديش كانت منتمية للأسرة وإنها تكتب بالخواطر، موهبة بالانتماء لهذا المجال. يعني شو ممكن تقولي اليوم للوالد مريم؟ بحكي له انه احنا كثير فخورين بيك فيك يعني، ومبسوطين بحريتك اكيد، بس برضه يعني بتضل الفرحه ناقصه لانه مش متواجد معنا، ان شاء الله بتواجد يعني معنا قريبا. اكيد انه الفرحه ما بتكتمل الا بوجود والدكم وترجع الذكريات من جديد، وانه لمت العائله. قديش انتم بتتمنوا هذا الاشي، وقديش انه المعاناه موجوده في ظل انه ما التقيتوا في والدكم لليوم. احنا راح نكمل معكم، ولكن يعني هلا نكمل مع والدكم ضيفنا الاسير المحرر اخي وسام. قديش العائله يعني بحجم الاشتياق الكبير لك، قديش هم عانوا فترة ال 11 سنة وهم بينتظروا والدهم، طبعا بحكم الاحتلال الظالم غيبت عنهم قسرا وليس بإرادتك. يعني ربما هذه المعاناة التي يعيشها كل عوائل الأسرة، قديش إنه كل أسير وخاصة بتزيد المعاناة لما يكون الأسير صاحب عائلة، إنه متزوج عنده أطفال. كيف هذا الجانب بيستحضره الأسرة داخل السجون لو بدنا نتحدث في هذا الجانب؟ هي المعاناة بعيشها أكثر من 4500 أسير وأسيرة فلسطينية داخل سجون الاحتلال. لما بدي أحكي بلسانهم لازم أكون أوصل رسالة صادقة، لا يعرف مرارة وألم السجن إلا من ذاق السجن. أكيد. من هون دائما لما بنناشد القيادة السياسية والفصائل الفلسطينية أنه تعمل على إطلاق سراح الأسرى وتحريرهم من مدى الألم والوجع اللي بيعانيه الأسرى داخل سجون الاحتلال. كما ذكرت لك سابقا، أسرى كثر فقدوا آبائهم وأمهاتهم، حياتهم الاجتماعية تضررت بفعل الأسر، أيضا أبناء وبنات كبروا وتزوجوا وأنجبوا ولم يمضي معهم والدهم عيد واحد منذ أكثر من 20 و30 عاما. نستذكر الأسير كريم وماهر وضياء الأغا من أسرى قطاع غزة، 30 عاما وهو بعيد عن والدته. معاناة، معاناة لا تنتهي إلا بتحرر الأسرى من داخل السجن. الأسير ابن المجتمع الفلسطيني، يريد أن يمارس شعائره الدينية وعاداتنا الاجتماعية، التظاهر، اصطحاب أبنائه إلى أداء الشعائر الدينية، إلى التنزه، صلة الرحم. هاي كل المشاعر والعادات إحنا محرومين منها، محرومين منها كما حرمنا من أرضنا، كما حرمنا من حريتنا. لكن الأمل موجود، الأمل موجود إنه في يوم من الأيام رح نتحرر، الأمل موجود في شعبنا وفي بقائنا وصمودنا على أرضنا. أكيد. إن شاء الله. أخي وسام، لو بدنا نحكي عن نفسية الأسير، قديش الأسير بيتأثر بأي خبر في العالم الخارجي سواء يخصه في عائلته أو في مجتمعنا، من خبر مفرح محزن عائلته؟ يعني ربما على تجربتك الخاصة لما تعرف أنه زوجتك اللي صبرت وربت وأنجبت، لكن ما شاء الله أنهم يعني مستواهم التعليمي عالي بجانب مواهبهم بتنمية، كيف يكون هذا الإشي بأثره على الأسير؟ طبعا أنت الحاضنة الاجتماعية للأسير هي مجتمعك وشعبك، وفي المقام الأول الخلية الأولى في تكوين المجتمع وهي الأسرة، الزوجة. الزوجة اللي هي المرأة الفلسطينية المناضلة والصابرة، واللي كتير احنا بنحكي المرأة نص المجتمع، لا، المرأة أكثر من نص المجتمع بدليل قيامها بدورين، دور الأب ودور الأم.
المرأة الفلسطينية حملت البندقية بجانب الرجل. أكيد. المرأة الفلسطينية أسيرة، وهي الطبيبة وهي المهندسة وهي المعلمة، كل مناحي الحياة تجد فيها المرأة الفلسطينية، فما بالك بزوجة أسير تقوم بدورين معا، دور الأب ودور الأم. دعنا يعني أن نحيي كل زوجات الأسرى، وأم الفهد نعود إليها مرة أخرى. يعني أم الفهد كافحتي وصبرتي ويعني وتحملتي المسؤولية في تربية أبنائك، وما شاء الله عليهم، ربنا يحفظهم لإلك وتكتمل هذه العائلة بوجود زوجك الأخ وسام. قديش تعبتي في هاي المرحلة؟ 11 سنة وأنت يعني بتنتظري لقاء حرية زوجك. لو بدنا نتحدث عن أصعب المواقف اللي بتعيشها زوجة الأسير في ظل انتظار زوجها. مواقف كثيرة يعني، خصوصا لما تكوني متزوجة مدللة، مش شايلة حمل إشي ولا مسؤولية إشي، لفجأة تتحول إلى إنسان مسؤول عن أدق التفاصيل وأكبر نعم. التفاصيل فيها. المناسبات زي ما إحنا حكينا كانت هي بنعاني فيها كثير. لما كنت بدي أعمل أوراق لأولادي مثلاً، أجدد جواز، كنت أتعب كثير وأعاني وأقعد بشهور وبسنين مرات، وأنا بدي ورقة، بدي تجديد جواز، بدي معاملة. لما كانوا الأولاد يجوا يسألوني مثلاً، يسألوهم الناس بتعرفي يعني وين بابا؟ أسير، حدا بيفهم شو معنى أسير وفلسطيني. احنا بنفهم شو يعني اسير، بس لما تكون في بلد ثانيه او منطقه ثانيه يعني بتقعد تفهمه. فيجوا الاولاد يسالوني انه شو تهمته، انا ما في تهمه، مجرد انه فلسطيني هاي لحالها مش تهمه، بس هاي لحالها بالنسبه للاحتلال انك انت عم بتدافع، انك انت مقاوم مناضل، مجرد انك فلسطيني كافي تكون فلسطيني في نظر المحتل حتى تكون متهم. فكنت بحاول افهمهم دائما لحتى استوعبوا فكرة إنه إيش يعني أسير، شو العمل البطولي اللي أبوهم قام فيه، وإنه هو فخر إن العمر كله رح يكون يعني. في لحظات كنت أحس فيها، بديش أقول بالضعف لأني بكره الضعف يعني، بس إني بحاجته أكثر من أي لحظة ثانية، بس الحمد لله مرقت. كنت بستمد قوتي منه رغم انه بعيد يعني، وجودي عند عائلتي والدتي ووالدي اخواتي برضه كان بيدعمني. حاولت يعني انه يكونوا في وضع نفسي مستقر، انه ابوكم مش موجود بس رح يطلع رح يعوض كل شيء. كنت رافضه تماما فكره انه ينتسى، صوره مكبره وموجوده في كل مكان، احكي لهم كل لحظه إنه كان بياخذكم بيعملكم بيسويلكم، بده يجي بده يعمل لنا بده يعوضنا، بده يصير عندنا بيت مثل أي حد مثل أي عائلة طبيعية. مرفوض تماما ينتسى. كنا نقعد كل يوم المساء أنا وياهم نحكي، أنت شو بتحب؟ أنت شو بدك من أبوك؟ أنت شو بدك منه؟ شو بتقولي له؟ كل يوم لازم إحنا نقعد ونحكي ونحس إنه بيسمعنا يعني، وشايفنا وحاسسنا وعايش معنا. أنا كنت بقولها دائماً لحد الآن بقولها، هو كان عايش معنا أدق التفاصيل وعايش حياة معنا، حياتنا بكل تفاصيلها، بكل كبيرة وصغيرة، بحلوها ومرها. والحمد لله مرقت ورغم صعوبتها وأصوتها. الحمد لله أم الفهد يعني صبرتي الحمد لله بعد هال 11 سنة، وإن شاء الله بتلتقوا فيه مثل ما حكيتي إنه حاولتوا بإرادتك القوية بالأمل إنه هو موجود معكم في كل لحظة. ويمكن هذا الشعور يعني كان يشعر الأبناء برغم قديش إنهم متألمين إنه هو مش موجود معهم، ولكن يحاولوا إنه هو موجود وراح يطلع في يوم من الأيام. نعود لمريم. مريم غيابه أثر فيكو بشكل كبير، ويمكن بفترة من الفترات كنتوا تتمنوا أشياء أو مواقف يكون هو بجانبكم فيها، شو هي كانت؟ يعني الفترة هاي اللي مرقنا فيها ما كانت كثير سهلة أبداً، كانت صعبة ومؤلمة وحزينة جداً. كنا نتمنى دائماً معنا بكل شيء، بأكبر التفاصيل وأصغرها، سواء إنه تفاصيلنا بالمدرسة، حياتنا بالمدرسة، أو حتى بالبيت كعائلة. يعني إحنا انحرمنا من أكبر نعمة بالدنيا، هي نعمة العائلة والأب أكيد. الحمد لله يعني إنه طلع معوض هذيك الأيام القاسية اللي كانت كثير. وما يعني
هي أنا. نعم الحمد لله على كل حال. يعني أكيد مريم أكيد مريم قديش في مشاعر حابة توصليها للوالد، لكن وصلت. قديش أنت مشتاقة لوجوده، قديش ممكن الإنسان بيخبي بداخله بنفس الوقت محتاج لوجود الأب في هاي الأسرة. نعود إلى ندى. ندى صاحبة موهبة الرسم وأيضا مواهب أخرى، اللي بنتمنى لك إن شاء الله التوفيق في دراستك وأيضا تنمية مواهبك. ندى يعني ممكن أشهر أو أيام، نقدر نقول أيام قليلة، وتلتقوا بالوالد، أكيد حيكون استقبال جميل له. لا هو حيكون شعور حلو واحد ما حيقدر يوصفه. أكيد محضرين له أشياء كثير، رح نعمل معه أشياء كثير حرمنا منها وإحنا صغار لما كان هو بالسجن. مثلاً نطلع معه على السوق، نروح نزور قرايبنا، نعمل كل النشاطات اللي كان يعملها معنا قبل ما هو ينحبس. ما ححكي عن الذكريات الحزينة لما هو كان بالسجن، أنا ححكي على الذكريات الحلوة اللي قبل ما ينحبس. يعني في مواقف أنا كثير مستحيل أنساها. لما كنا نرجع من المدرسة بابا يكون واقف على الباب بيستعد عشان ألعاب أو أشياء زاكية، مستحيل كان يزعل حدا فينا. مجرد ما يشوف حدا زعلان فينا يضل يقعد يحكي معه، يطلعنا، يجيب لنا أشياء. دائما هيك كان لنا، ما كان يتحدث. أما على الأشياء اللي رح نحضر له إياها، في أشياء كتير مفاجآت ما حنحكي له اياها. يعني ما رح تحكوا شيء من المفاجآت. ان شاء الله ندى بتحضروا له كل هاي المفاجآت ويكون يوم جميل، يوم سعيد لكم، تلتقوا بوالدكم ان شاء الله. يعني هذه العائلة، عائلة الأسير المحرر وسام ابو سمرة، كانوا معنا عبر تقنية السكايب من الأردن. كل الشكر لهم، زوجته ام الفهد ومريم وندى، وكل عام وانتم بألف خير. اشكركم جميعا. العودة إلى يعني ضيفي الأخ وسام. يعني أخ وسام إن شاء الله يعني تكون يعني فترة بسيطة وتلتقي فيهم ويلتم يعني شمل كل المغتربين إن شاء الله. يعني أخي وسام، في ختام حوارنا تبقى رسالة الأمل، يتجدد الوفاء دوما لكل أسرانا وأسيراتنا داخل السجون. يعني اليوم الرسالة لهم بجانب تهنئتنا لهم بالعيد، ونأمل أن يكون العيد القادم أن يكونوا بيننا. رسالتي ببدأها بالتهنئة بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد على الأسرة وعلى أبناء شعبنا، كل عام هم بخير. أمضيت 22 عيد داخل السجون، العيد 23 على أرض الوطن في غزة وقريبا بين الأهل إن شاء الله. رسالتنا رسالة أمل، رسالتنا لأبناء شعبنا الوقوف مع عائلات الأسرة وإسنادهم والتضامن معهم، ليس في المناسبات بل على مدار العام. على مدار العام مرة أخرى، كل عام وأسرانا بخير، وكل عام وشعبنا بخير، كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير وأسرانا بألف خير وبحرية إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر الأسير المحرر وسام أبو سمرة، وأيضا لعائلتك من رفقتنا في بداية الحلقة. إذن مشاهدينا الكرام، إذن حوالي 4500 أسير سيقبلون على العيد وهم في سجون الظلام بدون عوائلهم وأيضا بدون هذه الفرحة التي تكتمل في العيد. إذن مشاهدينا الكرام، نأمل أن تنتهي هذه المعاناة، وكل عام وأسرانا وأسيراتنا بألف خير، وإن شاء الله تكونوا الأحرار وتكونوا بين عوائلكم. إلى هنا كن وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامجكم أناديكم. التحية لكم مشاهدينا الكرام، ودمتم ودام الوطن.